زين شباب حق السيليكون في تيوبات كبار يون اوكي بعض الاحيان شو اسمه ما عندك جن اوكي ف تحطه بذي السرنج لان تحتاج تحطه بمكان ضيق شوف هني على الحواف حتى هني اذا بتحط يعني يكون عندك تب صغيرة تسوي فيه إذا ما عندك التيوبات دلين أوكي حتى لو عندك التيوب الصغير أوكي أوردي بينشف فأحسن حط لك كمية هني سيرنج تستعمله وتقدر تقفله هني تحط عليه حط بكيس تقفل عليه أوكي عندك تقدر تستعملها مرة ثانية تدرسها ومرة ثانية تستعملها او انه ما تبيك كل مرة سوي واحدة جديدة اوكي شباب مثل ما تلاحظون حطينا هني حطينا الجهة الثانية حطينا هني داخل يعني سهلت العملية بشكل حلو اوكي الحين بس تاخذ ذي تركبها هنا طبعا لازم في بقايا ما ادري شنو ذي مهم اوكي الحين بس كبس خلاص الحين نركب السكاريب هني نركب السكاريب هني الجهة ثلاث سكاريب وهني الاربعة وسلامتكم شباب وبكذي ركبنا السكاريب خلاص الشغل مضبوط نرجع البكرات سلامتكم ولا تنسى تحتفظ بذي شوف كمية يعني استعمل شيء بسيط وساعدتني السرنجة ذي فالتب حلوة صراحة نقص مثل هالتيوب بدل ما تستعمله كامل بس فتحة وتحط لك كمية هني وتصق ذي خل هذي في البيت استعمل كمية ذي إذا تبي تزيده وإذا زاد خلش اسمه حطه في كيس غطي او حط عليه تيب هني سلامتكم كل شيء اوكي هالشكل تخليها عليه تيب وفي كيس